في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى الافريقي الخامس حول الهجرة اليوم بالقاهرة، قالت المديرة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة الهجرة الدولية ان عدد المهاجرين الدوليين في القارة الافريقية انتقل ما بين 2000 و2017 انتقل من 15 مليون مهاجر الى 25 مليون مهاجر. للمزيد من المعطيات بشأن مسألة الهجرة بإفريقيا وسياسة المملكة المغربية بخصوصها نتابع هذه الشاشة التفاعلية للزميلة نجاة بوتفسوت. نجاة أهلا بك. أهلا بك محمد وأهلا بكم مشاهدين الكرام. حسب منظمة الهجرة الدولية انتقل عدد المهاجرين الدوليين في القارة الإفريقية ما بين 2000 و2017 من 15 مليون مهاجر إلى 25 مليونا، وهو ما يمثل حاليا 10% من مجموع المهاجرين الدوليين في العالم المنحدرين من إفريقيا. وتفيد المنظمة أيضا أنه منذ عام 2017 يعيش 19 مليون إفريقي في بلدان إفريقية أخرى، وهو ما يمثل زيادة مهمة مقارنة مع السنوات السابقة ومنحا تصاعديا سيشهد نموا كبيرا في المستقبل. هذه الأرقام تؤكد ما جاء في تقرير الملك محمد السادس للاتحاد الإفريقي المقدم أمام المشاركين في أشغال الدورة 32 العادية للاتحاد في موضوع الهجرة. يفيد التقرير أن هجرة الأفارقة هي أساسا هجرة داخل القارة وداخل مجتمعاتها أو تجمعاتها الإقليمية، بينما يشكل الأفارقة المهاجرون دوليا أقلية إذا تم الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني. وتؤكد معطيات وزارة الخارجية المغربية أن 4 من بين كل 5 مهاجرين يفضلون البقاء في إفريقيا، وبناء على ذلك تشكل إفريقيا وجهة للهجرة بالنسبة للأفارقة أنفسهم وليس أرضا مصدرة للهجرة فحسب. ولمعالجة إشكالية الهجرة في القارة وجعل قضيتها رفيعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب جنوب وعاملا للتضامن، أعد المغرب بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة وفق مقاربة شمولية وتشاركية. يتعلق الأمر بالأجندة الإفريقية حول الهجرة، ومن بين أهم بنودها الرئيسية إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال، وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة الذي سيركز على ثلاثية الفهم والاستباق والعمل، وستسند إليه مهمة جمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية. وسيشتغل المرصد من المغرب العام المقبل بعد أن قامت المملكة بالإجراءات الضرورية وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة ليطلع بالمهام المنوطة به في أحسن الظروف. وإلى جانب هذه الخطة القارية، اعتمد المغرب الذي تحول من بلد للعبور إلى بلد للاستقبال واستيعاب المهاجرين سياسة رائدة في مجال الهجرة واللجوء، مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50,000 مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي 85% من مجموع الطلبات المقدمة من طرف المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. شكرا على حسن المتابعة.